نفى المدعي العام في بلجيكا صحة وجود متفجرات داخل سيارة في حي مولينبيك بالعاصمة بروكسل، وذلك بعد أن زعم سائقها أنه بحوزة متفجرات داخل السيارة، حيث أطلقت الشرطة البلجيكية النار على السائق وطوقت المنطقة، كما دعت السكان للبقاء في منازلهم، بينما استدعت فرقة لمكافحة المتفجرات وقامت وحدات عسكرية بتمشيط المنطقة.